النهارده هنتكلم عن النصائح الغاليه، مجموعه نصائح هتساعدك على النجاح. النصيحه الاولى هي اجنده الانجازات. اجنده، اعمل لنفسك اجنده او كراسه او حتى كتاب، اجنده بتكتب فيها المهام اللي انت عايز تشتغلها. مثلا عندك مجموعه من المواد لازم تذاكر، فانت بتكتب في الاجنده بتاعتك ان مثلا غدا عندي مذاكره عربي، مذاكره احياء، مذاكره فرنساوي، مذاكره رياضه. دي المهام اللي انت عايز تشتغلها، فانت بتكتب المهام بتاعتك في اجنده علشان تفكر نفسك بيها دايما علشان تنجز المهام دي. بتكتب برضو في الاجنده كلمات التشجيع وكلمات المديح اللي انت حصلت عليها. يعني مثلا لو جبت درجه كويسه في امتحان ما، بتكتب ان الاستاذ شكرني على هذه الدرجه. لو عملت شيء كويس او ساعدت اهل بيتك، بتكتب ان والدي شجعني، بتكتب ان حصل معايا شيء مفرح النهارده. بتكتب ده في الاجنده بتاعتك. كلمات التشجيع وكلمات المديح اللي انت بتكتبها وحصلت معاك فعلا، الكلمات دي هي هتساعدك بعد كده انها تدفعك للامام وتخليك تشتغل اكتر. طيب النصيحه الثانيه، هي قائمه الاهداف. اكتب لنفسك قائمه من الاهداف لازم تعملها، وحدد لنفسك فتره زمنيه. يعني مثلا عندك مادة زي مادة الرياضة، مادة الرياضيات، حدد لنفسك هدف انك تذاكر مادة الرياضة كلها بتاعت الترم الاول في خلال مثلا 4 ايام. فانت بتكتب الهدف ده قدامك وعامل فترة زمنية 4 ايام. لو قدرت فعلا انك تخلص مادة الرياضة في 4 ايام، ادي لنفسك مكافأة. مثلا اكتب لنفسك تقييم 10 من 10، انت كده بتكافئ نفسك. طيب لو انت ما قدرتش تكمل مادة الرياضيات، خلصت المادة الا درس او الا درسين، ساعتها بتنزل التقييم بتاعك ل9 من 10 او ل8 من 10. النصيحة اللي بعد كده هي اسمها اخر 20 دقيقة. اخر 20 دقيقة في اليوم بتاعك قبل ما تنام، افضل فكر نفسك بالاشياء السعيده اللي حصلت معاك خلال اليوم. اي شيء مفرح، اي شيء سعيد، سواء اذا كان في المدرسه او بره المدرسه. كتر تذكيرك لنفسك بالاشياء السعيده او بالاخبار السعيده اللي حصلت معاك خلال اليوم، ده بيخلي العقل الباطن عندك يبقى متخزن فيه اخبار سعيده او طاقه ايجابيه او اي شيء ايجابي بيحصل معاك. زي ما قلنا قبل كده في الحصص اللي فاتت، ان العقل الباطن على حسب ما تشغله هتحط فيه افكار ايجابيه او افكار سلبيه، على حسب ما يشتغل معاك. انت اللي بتتحكم في الافكار بتاعتك. طيب النصيحه اللي بعد كده هي اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه في النهار، اول 20 دقيقه من اول ما تصحى من النوم، اول 20 دقيقه في اليوم بتقرا فيها قائمة الأهداف بتاعتك علشان تخلي عقلك الباطن يشتغل عليها في بداية اليوم. النصيحة اللي بعد كده، هي الأصدقاء. حاول إن يكون عندك أصدقاء لهم نفس الميول، لهم نفس الرغبات في النجاح، علشان تتكلموا مع بعض عن النجاح بتاعكم، علشان يشجعوكم هما كمان على النجاح. النصيحة اللي بعد كده، ابعد عن القراءة السلبية، القراءة اللي فيها أخبار سيئة، ابعد عن الصوتيات والمرئيات اللي فيها أخبار سيئة أو اللي فيها أخبار محبطة. على طول غذي عقلك الباطن بأخبار إيجابية، بأخبار سعيدة، علشان هي دي الأخبار اللي تخليها اللي هي عاملة زي الوقود لعقلك الباطن، زي البنزين فعلا. ما ينفعش عربيه تحط لها ميه كده فتشتغل، لا، لازم بتدي او بتمولها بالبنزين. كذلك العقل الباطن
بتشغله بالأخبار الإيجابية وبالأفكار الإيجابية. شكرا.